والسلام على رسول الله بهذا اليوم بهذه الانتصارات التي حققها ابطال القوات المسلحه الجنوبيه في شبوه. يسعدنا ان نزف لكم الانتصارات التي يحققها ابطال القوات الجنوبيه تحت مسمى عصار الجنوب الذي يقوده قائد قوات العمالقه العميد ابو زرعه المحرمي. وهذه الانتصارات في محافظة شبوة بتحرير مديرية عسيلان والحوثة إذا دل فإنما يدل على صدق الجنوبيين في قتالهم للروافض ولأذناب المجوس وقتالهم وصدقهم وبعد التخاذل الذي كان يقدمه حزب الإخوان من تنازلات للحوثة إما باتفاقيات سرية أو بتخاذل واستغلال لقوات التحالف. أثبتت اليوم القوات المسلحة الجنوبية بأنها هي القوات الصادقة المقاتلة التي تقاتل عن دين وعن قضية ومبدأ وإرادة. ما يحققه الأبطال في ساعات وفي أيام بسيطة جدا ما لم يحققه حزب الأخوان في أشهر، بل سلموا مديريات من محافظة شبوة من أرض الجنوب للحوثي. ولكن كما نقول دائما ان ارض الجنوب خط احمر، فلن نقبل بان يبقى شبر واحد من ارض الجنوب تحت يد الحوثة، وان الجميع مشروع شهادة سواء في قوات العمالقة او القوات البرية او قوات الاحزمة الامنية او قوات الدعم والاسناد. فكل هذه القوات هي قوات لحفظ الامن في اراضي الجنوب سواء في الجبهات او في الداخل.